متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. يسعى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إلى ترتيب أوراق فريقه والاستغناء عن عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة، ما بين صفقات لم تثبت نجاحها أو محاولة لتوفير الميزانية المطلوبة للصفقات الصيفية اللازمة لتدعيم صفوف الفريق الذي أنفق ما يقارب 400 مليون يورو خلال فترتي الانتقالات الماضيتين، خصوصا في صفقتي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أبرز 5 لاعبين مرشحين بقوة للرحيل عن صفوف برشلونة خلال الصيف القادم. باكو ألكاسر، على الرغم من المستوى الطيب الذي ظهر به خلال مشاركاته 14 تحت قيادة فالفيردي بتسجيله 6 أهداف وصناعته لهدفين آخرين، إلا أنه يعلم أن تطوره الصعب في ظل الاعتماد المتواصل على لويس سواريز سيصبح مستحيلا إذا ما صحت أخبار ضم أنطوان غريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد. باكو يمتلك عروضا من عدة أندية إسبانية وعلى رأسها ناديه السابق فالنسيا، وتبدو إدارة برشلونة منفتحة على بيع اللاعب صاحب 24 عام. أليكس فيدال، على الرغم من إصرار المدرب السابق لويس إنريكي على ضمه، إلا أن فيدال لم يستطع إثبات أحقيته بتمثيل برشلونة وملأ فراغ الجبهة اليمنى الذي خلفه رحيل داني ألفيش عن النادي الكتالوني، وهو ما أجبر فالفيردي ومن قبله إنريكي على الدفع بسيرجي روبرتو في مركز الظهير الأيمن، على الرغم من كونه لاعب وسط بالأساس. ويبدو أن فالفيردي في طريقه للاستغناء عن جناح إشبيليا السابق والاعتماد على سيرجي روبرتو والبرتغالي سيميدو في مركز الظهير الأيمن. دينيس سواريز، رغم أن فالفيردي أظهر إيمانه بموهبة صاحب 24 عام في بداية توليه القيادة الفنية لبرشلونة، إلا أن كثرة إصابات اللاعب أخرجته من حسابات المدرب الإسباني تدريجيا، إلى أن أصبح ملازما لمقاعد البدلاء بعد الوصول لمرحلة الحسم من الموسم وصعوبة منح الفرصة للاعبين جدد. دينيس في طريقه للرحيل عن الكامب نو في ظل عروض مغرية من نابولي وروما، ويبدو أن معوضه سيكون ناشئ أكاديمية برشلونة كارليس ألينيا الذي أمر فالفيردي بتصعيده للفريق الأول بداية من الموسم القادم. أندري غوميز، يعيش اللاعب البرتغالي أياما صعبة في برشلونة وصفها بالجحيم، هكذا عبر عن شعوره في تصريحاته لصحيفة موندو ديبورتيفو، حيث قال فيها: أشعر في بعض الأوقات أنني لا أريد مغادرة المنزل، أشعر بالاضطهاد، كنت أخشى أن يراني الناس. وأضاف لاعب وسط برشلونة: لا أتكلم كثيرا عما أشعر به، لكنني أعيش كأنني في جحيم، أتمنى أن تنتهي هذه الفترة سريعا. غوميز لم تحقق تجربته النجاح المتوقعة على الرغم من منحه العديد من الفرص من قبل فالفيردي وقبله إنريكي، فخلال الموسم الحالي شارك في 25 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وهو ما تسبب في تلقيه انتقادات حادة من قبل جماهير برشلونة وصلت إلى حد صافرات الاستهجان، وهو ما لم يكن معتادا داخل أروقة الكامب نو. أندري تلقى عدة عروض مبدئية من ميلان الإيطالي وفريقه السابق فالنسيا، ويبدو أنه في طريقه للموافقة على أحد تلك العروض. أندريس إنيستا، يبدو أن الرسام على وشك كتابة آخر فصول مسيرته الكروية مع البارسا وإسدال الستار على عروضه الساحرة التي لطالما أمتعنا بها لسنوات طويلة، فعلى الرغم من تمسك الإدارة والمدرب واللاعبين والجمهور ببقاء قائد برشلونة الحالي، إلا أن إنيستا يفكر في الرحيل بنهاية الموسم خشية الجلوس بديلا لكوتينيو أو غيره بعد وصوله لسن 33 من عمره، وفي ظل تلقيه عروضا مالية تصل لضعف راتبه الحالي رفقة برشلونة. يذكر أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع غريميو البرازيلي لضم نجم خط الوسط الصاعد أرثر ميلو صاحب 21 عاما خلال الصيف القادم ليكون خليفة إنيستا في برشلونة، وهو ما يفتح الباب أمام رحيل الرسام. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.